مرة أخرى أعود إليكم. إحنا الآن في الطريق المعدية إلى كاب سبارتيل، وداك المرتفع اللي كيبان في العمق ديال الصورة هو يعني البداية ديال المرتفعات المؤدية إلى منطقة الرميلات. هذا اللي على اليمين ديالنا، هذه المحطة ديال الضخ ديال الغاز المعروفة بميتراغاز في مدينة طنجة. وهنا بقى الأشغال ديال توسيع الطريق اللي كتجي من كزنايا مباشرة كتدي لمنطقة أشقر. والواجهة الأخرى يعني الجهة اليسار، هذه كلها شواطئ من النعم اللي كتنعم بها مدينة طنجة، شواطئ ممتدة كبيرة بزاف. وهذه المنطقة فارغة دابا لأن يالله البداية ديال الصيف هنا، تبارك الله هذه المنطقة تلقاها عامرة بالسيارات وبالمصطافين، يعني في غضون هذا الأسبوع، يعني في الاخر ديال الشهر، يعني لو موا 7 لو موا 8 وديبي او بدايه يعني شهر 9 شتنبر، الدوزيام يعني الاسبوعين الاولين في شتنبر. هنا انتهى الطريق اللي هي مصوبة، دونك هذه الطريق القديمة اللي كانت هي هذه، انتم كتشوفوها انها ضيقة وفيها كثرة الحفر، نتمنوا انهم يصلحوها كلها. ما يقول لك شي راه الميزانية تسالت، هو مفروض انهم اللي كيدار شي مشروع راه كتحدد له ميزانية، دونك الميزانية ما كملاتش. علاش؟ أنا لست مختص، ما كتهم حد، يمكن الطريقة ديال تسيير أو تدبير هاد الطريقة، تدبير المشاريع وتوفير الموارد المالية يمكن كتجي بشكل تدريجي، وكتكون هناك توقعات غادي ندخلو قدا وقدا، دونك غادي نصرفو قدا وقدا. اذا الى ما دخلش داك العدد اللي هو محتمل، حيد ولدي حيد. هذه واحد المره قلت حيد ولدي، قال لي علاش انت كتولد الكلاب. سي تي فاصون دو بارلي، هذه طريقه كنهضروا بها وصافي. كاين واحد المجموعه ديال المعلقين على الفيديوهات، انا كنهضر بطريقه اش كتسمى كارتجلوا الكلام، ما كنطاش نوزن بزاف. الحمد لله ما كنهضروا في حد، ما كناديو حد، ما اعبر عن المشاعر ديالي، كندوز بشي مكان فحال هذا، وانا كنشوف قوت هذا ستامبالي كذب عليكم، ما باغيش نعرف دمن، المهم ديال شي واحد ماشي مغربي. قوة الكاميرات في الخارج انتم كتشوفوها في الحيط، ما نعرف واش كيعتبر كل شيء شفر، لان اش كتراقب؟ احنا مفروض اننا في مجتمع اسلامي، والمجتمع الاسلامي مفروض انه الشفرة ما خصهاش تكون فيه. اوف ما خصهاش، يعني انت ديجا عندك تبارك الله قصار، وعندك العساسة، وعندك زايدها بالكاميرات، غادي ندخل في شي موضوع ما حاملش نهضر فيه. فين كاين هاد السيارة؟ كاين تما واحد ملتقى او مفترق الطرق، ملتقى او مفترق
لي لا بلاك هي هذه اللي اذا اللي بغى يمشي في اتجاه لوتوروت حنا غندوزو في اتجاه مغاره هرقل وشاطئ اشقر والطريق اللي غتدينا لوسط المدينه. انا بصراحه هاد الصباح كما قلت في الجزء الاول من هاد الفيديو قلت على ان الاصدقاء ديالي في الحقيقه ما نقول شي خواو بيا مي وقع سوء تفاهم في التوقيت. هما دايرين لاصورتي للنواحي ديال العرايش على الساعه الخامسة وانا قريت لو ميساج بطريقتي شفت 5 بلس 1 قلت سي 6 دونك وقع غلط. كان عندي تليفون مود افيون عيطوا لي فير 5:20 يعني انتظروني واحد شويش ولكن انا كان عندي تليفون مود افيون دونك ما وقع سوء تفاهم في التواصل ولهذا ما بغيتش نضيع هاد النهار هذا. انا قلت ندير معكم هاد الجوله وغادي نطلع للرميلات المحميه بيرديكاريس وتما غادي ندير واحد 2 دو مارش فوسط المحميه واللي كتنطلق تقريبا من المدخل ديال المحميه هنا فين كاين هاد لي بارير هو سميتو المنطقه ديال لي غرو ديركول ما غندخلو لهمش لان ديجا لي بارير يمكن طرق يمكن مشدود باقي ما فتحوش. هذه الطريق اللي قلت لكم انها مؤديه الى كاب سبارتيل يعني راس سبارتيل. وهنا بالمناسبه كاين لو كاب اي اش كتسمى لو غولف خليج. لو كاب عباره عن راس بحري يعني ملي كنقولوا راس بحري هي اليابسه داخله في وسط الماء بحال لو كاب كانافيرال لو كاب اش كيتسمى راس الرجاء الصالح اللي كاين في جنوب افريقيا يعني كاينين رؤوس بحريه كابو نيغرو سي لو كاب نيغر يعني راس الاسود اللي كاين ايضا في المغرب وكاين الخليج لو غولف. خليج هو الماء كيكون داخل في وسط اليابسه يعني اللي كنسميوه لسان بحري يعني الماء كيدخل في وسط. هنا هاد الشجيرات اللي على اليمين هادو كانوا تغرسوا مع التساقطات الاولى يعني واحد المجموعه منهم راه عاشوا. هادو اللي كتشوفوا امامنا على اليمين كاين اللي عايش كاين اللي ما كتبلوش. هنا كاين الشرقي بزاف وراه البعض منهم قاعد تقلعوا بقوة الريح. إذن المنطقة ديال أشقر احنا فيها وهنا على اليسار ديالي على اليسار سي لوسيون المحيط الأطلنطي شواطئ شاسعة كثيرة بزاف وهذه من يعني من المميزات ديال مدينة طنجة على أنها منطقة ديال البوغاز منطقة مطلة على يعني هي في الرأس ديال إفريقيا وتطل على القارة العجوز اللي هي أوروبا. هنا كتشوفوا هنا هادو اللي كيبانوا لنا إفريقيا جنوب الصحراء وراه ما بغيتش نقل لكم واحد المنظر. هذا الصباح شفتوا منظر مروع جوج ديال الجوتات في الحقيقة كنت بعيد لأن كانوا القوات المساعدة منعين نقربوا من لأن يلاه كنا واحد المجموعة قليلة. هانتوما كتشوفوا هادو اللي أمامنا وشوف شنو في يدهم. كيستعملوا دوك
دوك اش غنسميهم القوارب المطاطيه، ولكن ديال الدراري الصغار، يعني ماشي ديك القوارب المطاطيه ديال الاحتراف ديال لي سابور بومبي رجال المطافي ولا يعني ديال الجيش ولا لا، كيستعملوا هذوك ديال البلاستيك صغيورين والمجاديف غير من اللوح ولا من البلاستيك، ويغامرون بحياتهم واحد المجموعه كبيره هاد الصباح صبحات في هذه المنطقه هذه. ولكن اللي لاحظت انا قلت ما بغيتش نصور هذه المسائل هذه لان عندها طابع امني، وانا الهدف ديالي هو انني نقول الصور الايجابيه ماشي الصور السلبيه. ولكن هاد الناس ديال افريقيا جنوب الصحراء بصراحه الظاهره هذه كتعاني منها اوروبا، ولكن احنا كنعانيو منها، احنا صامتين لان راه صافي مال انك في شاك رون بوين كتلقى واحد المجموعه جالسين كيسعوا دي جون افريكا ذكور واينات، ودابا واحد المجموعه منهم كتلقى النساء حوامل ولا حاملين لي يعني الاطفال صغار، واكيد انهم تولدوا هنا في المغرب، وهذا راه كيطرح مشكل ديال الوضعيه ديالهم هنايا اللي مسقط الراس ديالو هنا.